رجعنا معكم مشاهدينا لمتابعة فقراتنا إلى شو في جديد. وبشو في جديد بصيرنا بداية نستقبل رشا حاموش المديرة التنفيذية لفارم زونز. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بونجور، صباح النور، كيفكم؟ أهلين رشا، مثل كل تلاتة رح نحكي شوي بهالدقايق القليلة عن فارم زونز، وخاصة عشية عيد الفطر السعيد يلي هو إن الله رد يعني الخميس والجمعة لازم يكون مفروض. توقعات. مفروض. خلينا نقول شو في هدايا، شو رح يستفيدوا، وشو القصص الجديدة اللي صارت على السايت. أكيد. هلأ نحن وسعنا الكاتيجوريز تبعنا، هلأ رح نشوف الويب سايت عن جديد. زدنا خانة اللي هي الألعاب تبع الأولاد، يلي هي أكتر شيء كمان انطلبت من الزبونات تبعنا، طلبوها وأكيد نزلوا بأسعار كتير منيحة مثل العادة، معودين على أسعارنا. نعم، حسب ما عم نشوف هيدي الخانة الجديدة بعد المونا كيدز تويز. صح، أول ما نفوت على الويب سايت مثل العادة بالمنيو فوق زدنا كيدز تويز فوق كرمال الكل يقدر يفوت عليها بكتير سهولة. نعم. هلا الشاشة مبينة بالدولار، نحن أكيد بدنا نقلب على اللبناني. يلا. كل شيء بلبنان منذكر إنه الدفع باللبناني كاش على التوصيل. وأهم شيء إنه إذا شفناهم بالدولار بدنا نعرف إنه كمان بلبنان، نرجع ذات الموضوع إنه باللبناني على 3900 إذا بين عنا الأسعار بالدولار. هلا في كتير العاب نحن منزلين لكل الاعمار، للصبيان وللبنات، للولاد اللي بعدهم خلقانين جديد، وللاعمار يعني اذا للاعمار 10 11 سنه. صح، بعد اكثر يعني منزلين 13 14 تقريبا. انا بقول الاهالي بيلعبوا اكثر كمان اذا الاهالي بيبسطوا. ايه، بس تصير بقصه هول الديناصور والقصص اللي هيك يعني بيشاركوا الاولاد كلهم بيشاركوا بعض. تعي مامي تعي بيقعدوا هن وياهم بيتسلوا. نعم، خصوصي كثير مهم انه نلهي الاولاد عن كل شيء خصو الكترونكس بهلا، خصوصي يعني اعطيتهم فكره هلا شو بدهم يكونوا يهدوا اولادهم كمان على اعياد ميلادهم اللي جايه. اكيد على كل المناسبات، وعاملين عليهم نحن الديسكاونت اوريدي مطبق عليهم كلهم 15% ديسكاونت عليهم، يعني اسعارهم اقل ب 15% من ما موجودين بالسوق، ليقدروا يستفيدوا منهم ويقدروا ينبسطوا كمان فيهم الاولاد بهذا الوضع، خصوصي هلا كورونا وضع صعب بدنا نبتكر قصص بالبيت، يعني بعيدا عن الايباد، عن التي في، عن الالكترونكس جيمز، القصص هيك اليدويه بتنمي لهم افكارهم يعني الحيويه، ويفكروا اكثر ويلعبوا بين بعضهم از جروبس، يعني هيدا الشيء بخليهم شوي يتفاعلوا اكثر. صح، اكيد بذكرونا بطفولتنا، نحن ما كان عندنا في كلي كبيره بعدك صغيره. انا لحقت الالعاب قبل لعبت اكس ومغيطة ولقيطة. اوكي، برافو. اخر جيل، اخر جيل. رشا، اذا بدنا نتابع نحكي عن الموقع، بعدكم عم تقدموا عروضات خلال هذه الساعات الأخيرة قبل عيد الفطر السعيد، بفوتوا بيختاروا في عروضات ممكن يلاقوها بقلب الموقع. أكيد بنرجع فينا نفوت على فورمزونز على الصفحة الأساسية مثل ما معودين، سبيشال اوفرز اند بندلز، فيهم اوفرات جديدة عم تنزل كل يوم. هول الاوفرز عم بيكونوا أكتر شيء من المونة يلي هن أكتر شيء مطلوبين. طبعا الاوفرات عم يخلصوا كتير بسرعة، كتير كتير عم يخلصوا بسرعة، فكتير مهم انه نلحق حالنا، يعني نحن حتى ما توقعنا انه يخلصوا بهالقد سرعة. هلأ نحن فينا نكبس على كلمة فارم زونز، نرجع على الصفحة الأساسية دغري وين ما كنا بالويب سايت. نعم. Special offers and bundles فيهم تبع المونة مثلا، هيدا اكزامبل منهم، حتى الكوزماتكس كمان، كل شيء، كل الكاتيجوريز اللي عنا بتلاقوا لهم اوفراتهم بقلب سبيشال اوفرز اند بندلز. الموني منذكر انه بتنطلب بقلب لبنان ولبرات لبنان، يعني حتى اللي بدهم يهدوا اهاليهم بمناسبه رمضان هون لازم يلحقوا يحطوا الاوردرز تبعهم من برا، يحطوا لنا الادرس بقلب لبنان،
كرمال نقدر نحن نوصل بشكل سريع على الوقت. لازم يطلبوا هلا حتى يوصل بعد بكره ماكسيموم لتقدروا يكونوا الكل عم بعيد مع الهدايا اللي رح توصل. عم بحكي من خارج لبنان، حتى من داخل لبنان كمان مطلوب يطلبوا هلا حتى توصل الهدايا للاشخاص اللي بحبون او حابين يهدون باسرع وقت ممكن. مزبوط. التوصيل سريع ما في كلفه اذا بدنا نقول من خارج لبنان زياده على التوصيل اللي هي بس يعني رقم معين بيوصل بكل المناطق. مزبوط، هي 10,000 ليرة. 10,000 توصيل ليرة. وين ما كان بلبنان. بس أكيد إذا قرروا يحطوا يعني يدفعوا بأدرس ويوصلوا بأدرس تاني نحن أكيد ما منشرج، لأنه عم نجرب قد ما فينا نقدر نساعد التواصل من خارج لبنان لقلب لبنان والعكس تمام، كرمال تضل العالم تقدر تكون مع بعضها يعني بهالوقت. أكيد للتواصل بعده هيدا الخانة الواتساب دايماً أكيد دايماً موجودة، الواتساب بأي وقت بتوصلوا معنا من خلاله. وأكيد في عنا نحن 24 ساعة يقدر يتواصلوا معنا إذا بدهم يغيروا بالطلبية تبعهم أو بدهم يعدلوا فيها شيء يشيلوا يزيدوا عليها، حتى إذا وصلن الغرض وفي أي إشكال كمان بيقدروا يتواصلوا معنا كرمال نقدر نعمل نخليهم يوسعوا أكتر بالأونلاين شوبينج للأعمار الكبيرة والصغيرة كرمال نقدر نحن نساعد ونلبي بطريقة موثوق فيها وسريعة وبأحسن. مش أنه استفلوا هيدا الغرض وصلكن هيك، إذا في أي شيء وبعتقد يمكن الحوادث عم تكون قليلة كتير بهذا المجال بيكون في هيدا جسر الثقة بين المستهلك وبين الأونلاين شوبينج. صح، هلأ نحن عنا التيم بيتأكد من كل شيء قبل ما يبعث الأوردر. نحن بعد ما صارت يعني كتر خير الله بعد ما عنا إشكالات، بس حطينا نحن كرمال الثقة كرمال يعني الزبون اللي خايفين يطلب بيقدر يطلب بشكل انه هو عارف انه اذا وصل له شيء هو ما حبه بيقدر يبدل ويتواصل معنا ونحن منساعدك. طيب اليوم ضغط كبير خاصة مصدر من الحلقة، عم بيكون ضغط كبير على الموظفين، يعطيهم ألف عافية موظفي شركة فارم زونز طبعا خاصة التيم يلي عم بيشتغل كمان تحضر كل الأغراض، وبنعرف أنه بتوصل بطريقة تتكون سليمة موضبة صح وبينشغل عليها بالكرتون وبالخشب وبتوصل بعلبة أكيد هيك التقدمة تبعها بتتفاجئ شخص بس يفتح الباب واو عرفت كيف هي فرست امبريشن بتلقي الباكج أكيد فيهم يطلبوا حتى أنه تكون هدية ونحن منعلب لهم إياها على شكل هدية، أكيد بحطوها بالنوتس على التشيك أوت تبعنا يعني محل ما بيتم الطلب آخر شيء. يعني من هلأ فيكم تطلبوا هدايا الفطر، تتواصلوا مع صفحة فارم زونز تختاروا البتكونية خاصة بالمونة إذا كنتوا خارج لبنان وبكل قصص التانية الموجودة حتى بالألعاب مثل ما كانت عم تقول اليوم فتحت هذه الزاوية للألعاب للولاد. العيد شو بيفرح قلب الولد بالعيد غير اللعبة؟ شيك مزبوط، خاصة انه قاعدين بالبيت او للأهل للأهل بيتسلوا سوا اي اكيد. كل التوفيق لك، بدنا نقول لك يعطيك العافيه على التيم تبع فارم زونز. ميرسي كثير وينعاد عليكم وعلى الجميع. اكيد ينعاد على الجميع. رشا حموش مديره تنفيذيه بفارم زونز، اهلا وسهلا فيك، الى اللقاء في الاسبوع المقبل.